إذا وصلنا مشاهدينا إلى مساحتنا الاقتصادية، فتحت إطار تحقيق الكفاءات الاقتصادية وتحسين بيئة سير العمل في ظل الرؤى الاستراتيجية للبلاد، يبرز مفهوم المناقصة أو المناقصات العامة التي تسهم في ربط القطاعات ببعضها البعض في ضوء تلبيتها لاحتياجات مؤسسات الدولة. نعم إسراء، وحول مفهوم المناقصات ومدى إسهامها في دفع عجلة التنمية في الكويت، نتابع معكم هذا التقرير. كثيرا ما نقرأ بالصحف أو نسمع بمفهوم المناقصة أو المناقصات التجارية العامة، وقد يكون هذا المفهوم غير واضح المعنى لدى البعض. فالمناقصة بمفهومها الاقتصادي تعد نظاما يهدف لإمكانية الحصول على غرض أو منتج أو خدمات معينة بأقل سعر من السوق وفق مواصفات محددة وباختيار أفضل عرض فني ومالي يتناسب مع رغبة الشروط المطروحة. وهذا النظام يخضع للشفافية والمنافسة تحت مظلة جهاز مركزي يعمل على وضع الأسس والآليات والأسعار التي تطرح من خلالها المناقصات للمشتريات العامة. وفي الكويت يقوم الجهاز المركزي للمناقصات العامة في خدمة الجهات الحكومية صاحبة الشأن والمناقصين من خلال تنظيم وتنفيذ عمليات الشراء أو الاستئجار لتوريد الأصناف وتنفيذ الأعمال وأداء الخدمات لصالح الجهات الحكومية صاحبة الشأن. ولعل قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019 جاء ليضمن الحفاظ على الأموال العامة وصيانتها دون إغفال المرونة اللازمة التي تتيح للجهات الإدارية القدرة على العمل ومواجهة المستجدات تحقيقا للمصلحة العامة ودفع عجلة التنمية، حيث ارتكز القانون على محاور رئيسية تحقق مثلث النجاح لما تحتويه من عوامل المرونة والحفاظ على المال العام ودفع عجلة التنمية في آن واحد. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة في الكويت يراعي عملية دعم المنتج الوطني وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولا إلى جذب المستثمر الأجنبي تواكبا مع الرؤية السامية بتحول الكويت إلى مركز مالي وعالمي. إذن للحديث أكثر عن مفهوم المناقصات وارتباطها بالتنمية الاقتصادية في البلاد، ينضم لنا في الاستوديو أستاذ إدارة الأعمال في كلية الكويت التقنية الأستاذ خالد الحمد. صبحك الله بالخير. صباح النور والسرور. نورتنا بالاستوديو اليوم. حياك الله معنا. بارك الله فيك أخوي سعود، سعيد بالظهور معاكم في برنامج عالم الصباح. أستاذ خالد، يمكن أول سؤال يتبادر إلى الأذهان، ما هي المناقصة؟ نعم، في الحقيقة يعني يمكن الناس تتابع اليوم المشاهدين يعتقدون أن موضوع المناقصات موضوع بعيد عن حياتهم أو أن ما لهم علاقة فيه، فأنا أدعوهم لمتابعة هذا اللقاء لأن موضوع المناقصات مرتبط في مشاريع البلد كافة، مرتبط في أماكن عملهم. يعني المناقصات ببساطة هو أسلوب شراء بدأ بالكويت من بداية تأسيس الكويت من عام 1964. قانون المناقصات كان موجود، ارتضت الدولة لطريقة اختيار الشركات أو المقاولين لتأدية المهام ومثلا تنفيذ بعض الخدمات، قائم على فكرتين. فكرة أني أحصل أقل سعر ممكن للخدمة المطلوبة. فطريقة النظام أن تدعو الدولة المقاولين الشركات إلى تقديم عروضهم المالية والفنية في يوم محدد، فتجتمع الشركات وتجتهد في وضع عروضهم المالية ويجمعون أسعار من السوق بأقل الأسعار، ومن هنا جاء لفظ المناقصة أن هي تتناقص ويكون التنافس في التناقص بالأسعار، فيحاولون يجتمعون ويقدمون في يوم معين واللي يكون أقل سعر مطابق للعروض ينفذ المشروع أو يورد الخدمة أو أيا كانت شروط أو طلبات المناقصة. فهذا الأسلوب استمر في الكويت مع بعض التطوير اللي مكلف في إدارته الجهاز المركزي للمناقصات. اليوم عندنا في جهاز اسمه الجهاز المركزي للمناقصات، هو المشرف العام على كل مشاريع، نقول 95% من مشاريع
الدولة، هذا مفهوم المناقصات. نعم، يعني ذكرت في حديثك عن الجهاز المركزي للمناقصات الموجود في الكويت. نعم. لو نتحدث عنه بشكل تفصيلي أكثر، ما المقصود هنا بالمركزية في هذا الجهاز، وهل ممكن إيجاد بديل لغير هذا الجهاز؟ نعم، سؤال جميل ومهم. يعني احنا ذكرنا ان احنا من بداية تأسيس الكويت كان الجهاز المركزي للمناقصات هو يعني يضبط العملية، بحيث انه كان عدد الوزارات قليل، الدوائر قليلة، فكان هو اللي ينوب عنهم في تلقي العروض وتنظيم العملية. اليوم لا يزال هذا الموضوع مركزي، بحيث ان نقدر نقول 95% من الجهات الحكومية تتم عمليات الشراء اللي فوق 75,000 دينار عن طريق الجهاز المركزي للمناقصات. فاليوم احنا عندنا يمكن اكثر من 100 جهة حكومية، في بعض الجهات معفاة من الجهاز المركزي للمناقصات، لكن لا تزال الغالبية العظمى من الجهات الحكومية تصب في الجهاز المركزي للمناقصات، ومن ذلك جاء لفظ المركزي. لكن هذا بدامك سألت أخوي سعود وأخت إسراء عن موضوع المركزية، أنا أحب يعني نقول عندنا تحدي اليوم لتقليل هذه المركزية، لأن احنا نشوف كمراقبين للبيئة الأعمال في الكويت أن المركزية اليوم تحتاج إلى إعادة النظر. أعطيكم مثال، طول أمد المشاريع وتأخر وايد جدا. نعم. يعني أنا كتبت أذكر مرة مقال سميته ضحية عند بوابة التنمية، أو يعني ضحية عند بوابة المناقصات، كنت أقصد فيها التنمية. اليوم أعطيكم مثال، تخيلوا معاي لو أسرة توها صغيرة، واحد وزوجته، وكلفوا أن مثلا الزوج هو المسؤول عن عمليات الشراء. حلو. هو وزوجته بداياتهم مقدور على عمليات الشراء، حتى لو يشتري كل شيء، حتى لو الزوجة تقول له أنت مسؤول عن كل عمليات الشراء، لكن نتخيل أن زادت احتياجاتهم وزادت أسرتهم، صار عندهم عيال، صار عندهم مثلا عمالة، صار فحجم المشتريات إذا بيظل مركزي عند الزوج مثلا، ها راح تكون العملية كبيرة. وهذا بالضبط اللي قاعد يعاني منه الكويت اليوم، تضخمت الاحتياجات في الكويت، تضخمت المواضيع، فأصبحت بوابة المركزية، بوابة المناقصات ما تستطيع تحمل، مزدحمة جدا. نعم. جدا مزدحمة، عندك دور في الدورة المسائلية. أعطيك مثال، السنة مو الماضية اللي قبلها وقفت على إحصائية أن الجهاز المركزي للمناقصات اجتمع 52 اجتماع طوال السنة وناقش 4200 موضوع. فأنا لما قسمت 4200 يطلع بالموضوع بالاجتماع الواحد 81 موضوع على جدول الأعمال. يعني لو نحن نناقش اليوم على جدول الأعمال 81 موضوع، أعتقد راح ناخذ وقت طويل. تأخذ المواضيع حقها من البعض، ما تأخذ حقها من البعض، تأخذ مواضيع كثيرة جدا. يعني هذا على فرضية ترى أن إحنا قاعد نناقش خلال 5 دقائق كل موضوع، فما بالك يمكن بعض المواضيع تحتاج إسهاب وفيها نقاش وفيها تظلمات فيها كذا. فأنا مثلا يعني اليوم كوننا نتكلم عن المركزية، أدعو إلى إعادة النظر في هذه المركزية. أستاذ خالد، حضرتك ذكرت من بداية حديثك أن المناقصة مهمة في الاقتصاد وفي التنمية. نعم. من وجهة نظرك كيف ممكن أن المناقصة تسهم في جذب المستثمر الأجنبي، خصوصا أن يعني المستثمر الأجنبي قد يكون رافد مهم طبعاً الاقتصاد. طبعاً. اليوم إحنا لما نتكلم عن خطة التنمية عندنا مثلاً مشاريع متعددة، منها المشاريع العملاقة مثل المحطات والمستشفيات وغيرها، ومنها المشاريع البسيطة وهي مهمة في التنمية مثل الطرق والغير والأمور، حتى الصيانة والمدارس، المساجد، البنى التحتية، المدن الإسكانية. وين أهمية المناقصات؟ المناقصات في الفترة الكبيرة كانت تسيطر، يعني نقول بشكل كبير، على معظم مشاريع التنمية، بحيث أن ما يسمح للمستثمر الأجنبي أنه يعني مثل ما يدخل عن طريق نظام يسمونه المزايدات أو مشاريع البي أو تي. أنا اليوم يعني أشوف أن نموذج محطة شمال الزور، محطة أم الهيمان، هذه الشركات نفذت عن طريق مستثمرين أجانب. فاليوم مثلا أحد الأمور اللي ننادي فيها عدم التوسع في تطبيق المناقصات في كل المشاريع، واختيار أنظمة بديلة مثل نظام البي أو تي، نظام البي بي بي، بحيث أنه يكون ذراع تشريعي مساند لموضوع التنمية. لكن لا يمنع من دخول المستثمر الأجنبي اليوم موضوع المناقصات. يعني الكويت
في 2019 أصدرت تعديل مهم جدا للمستثمر الأجنبي في قانون المناقصات، وهو أن سمحت للمستثمر الأجنبي وشرطت عليه عن طريق بوابة المكتب الاستثمار الأجنبي كديبة، أن إذا هو نفذ متطلبات الاستثمار بحيث أن أوجد له كيان في الكويت، نعم، يعامل معاملة الشركات المحلية حتى أنه يوطن رؤوس الأموال ويجذب المستثمرين، يعني يوطن رؤوس أمواله هني ويحاول يحرك السوق وما إلى ذلك. فهذه أحد الأمور اللي إحنا الحمد لله يعني قطعنا شوط فيها. طبعا دائما يسعى المستثمر الأجنبي بوجود يعني منطقة آمنة للاستثمار، فلما يشوف هذا الإجراء يساعد المستثمرين الآخرين، نعم، في الدخول أيضا إلى الكويت. لكن نتحدث أيضا هنا بشكل أكبر عن أهمية الاقتصاد، ذكرتها بشكل عام خصوصا في التنمية وأيضا الإصلاح اليوم بالكويت. شنو شايفها اليوم وين مكانها؟ يعني إذا بنتكلم عن إصلاحات نظام المناقصات، أنا يعني أشوف أن من المناسب رفع اليوم سقف النصاب المساعد. قلنا أن كل الجهات الحكومية اللي فوق 45,000 ترجع للجهاز المركزي للمناقصات. اليوم هذا يفترض كأحد بوادر الإصلاح اللي نحتاجها، رفع هذا السقف إلى أكبر قدر ممكن بدراسة وتعاون الجهات الحكومية لتخفيف العبء على الجهاز المركزي، لأن المستثمر الأجنبي أو حتى الشركات المحلية بالنهاية هي تبحث عن بيئة الأعمال السهلة السلسة اللي تكون فيها الدورة المستندية سريعة. فاليوم مثل هذه الدورة المستندية قد تكون يعني معطلة أو منفرة للشركات المحلية أو حتى المستثمرين الأجانب. فإحنا اليوم ننادي برفع سقف الرقابة المسبقة بحيث أن مو كل المشاريع يفترض تروح للجهاز المركزي للمناقصات. نخفف شكل المركزية وتكون هناك مركزيات داخلية كل جهة حكومية هي تثبت بمشاريعها بشكل سريع، ونعول على الرقابة اللاحقة. الرقابة اللاحقة موجودة، نعم، إذا كان في تقصير لا سمح الله في أحد المشاريع فالرقابة اللاحقة موجودة. هذه أحد الأشكال أو أشكال الإصلاح التنموي اللي نحتاجها في موضوع المناقصات. نعم أستاذ خالد، أكيد يعني حضرتك ذكرت أن قانون المناقصات في الكويت يعني من سنة 64، نعم، وذكرت أيضا أن كان في تعديل تم على من ناحية المستثمر الأجنبي، نعم، وتقديم تسهيلات له. شنو ممكن أيضا إضافة تطوير آخر للمناقصات، حق نظام المناقصات أو العقود، لأنه يسهل أكثر ويواكب التطور، نعم، الكويت يعني مقدمة عليه؟ نعم، أبرز التطويرات إحنا ذكرنا موضوع الدورة المستندية، ما نريد أن نعرج عليه مرة ثانية، لكن اختيار الشركات، آلية اختيار الشركات. إحنا قلنا في البداية في مفهوم المناقصة أن أنا أحاول أدعو الشركات للمشاركة، نعم، لكن من هي الشركات اللي يفترض تشارك في كل مشروع؟ يفترض أن أنا يكون عندي قائمة سنوية تخصصية لكل مشروع ولكل حجم مشروع، بعد مو بس كل حجم كل مشروع. والشركات طبيعة الحال كل بيئة الأعمال سواء في الكويت أو الخارج، بعض الشركات قد تواجه تعثر مالي، نعم، تتعثر، أو بعض الشركات تكون مشغولة عندها أصلا أعمال. فيفترض هذه القوائم التخصصية اليوم تحدث بشكل دقيق وسنوي، بحيث أن مو كل مشروع تدعى لها نفس الشركات. الشركات اللي عندها اليوم حجم أعمال ومشغولة فيها ما تتشارك، أو اللي عندها تعثر، أو اللي يكون، فيكون في تدقيق مستمر على قوائم الشركات. أحد اليوم الإصلاحات اللي إحنا ننادي ونقولها تحديات، ما نبي نقول مشاكل، التحديات هو ما بعد تلقي العروض قاعد نشوف، نعم، في تأخر في اتخاذ قرار الترسية. هذا السؤال أيضا حتى في ترسية المناقصة أستاذ خالد، في هناك مشاكل تكون في طور عملية إنشاء هذه يعني المشروع مثلا، أو بالضبط، أي كانت المناقصة كانت عقود صيانة أو إلى آخره، نعم، يكون هناك مشاكل دائما في تنفيذ هذه العملية. شلون نقدر نعالج هذا الخلل؟ هذا أخوي سعود يعني من أحد التحديات المهمة والعاجلة، تقليص فترة اختيار أو ترسية، اللفظ اللي ذكرته هو الصحيح، ترسية المناقصات. اليوم أنا لما أسعر لك مشروع، نعم، أضمن لك سعري لفترة معينة، لكن بعد مثلا مرور 4 شهور 6 شهور مرات تكون أكثر من كذي،
أنا كشركة يكون ممكن السوق تغير، أسعاره تغيرت، حتى أنت يعني مستفيد الوزارة يمكن المواصفات تغيرت، الأسعار تغيرت. فاليوم إحنا نحتاج السرعة في اتخاذ قرار الترسية. أيضا موضوع الدفعات، المشاريع طريقتها أن كل ما تنجز أنت جزء من المشروع تعطى دفعة لتنفيذ الأعمال المتبقية، ما تتأخر الدفعات. موضوع الدفعات هذا يعني اليوم من أحد الأسباب الجوهرية في تعطيل الأعمال، يفترض أن دفعات المقاولين تكون حاضرة أول بأول، فضلا عن النقاط اللي ذكرناها، موضوع المركزية، مواضيع اللي ذكرناها، هذه أشوفها أن هي إصلاحات فورية يفترض أن نباشر فيها. نعم أستاذ خالد، إحنا كان بودنا أن يعني نسهب أكثر في الحديث عن هذه الأمور، خصوصا أنها أمور اقتصادية تهم، يعني مواضيع التنمية دائما مهمة ونحبنا نواكبها. نعم. لكن للأسف الوقت أدركنا، فنشكرك جدا على وجودك وعلى مشاركتك معنا أستاذ إدارة الأعمال في كلية الكويت التقنية أستاذ خالد الحمد. كل الشكر لك. حياك الله أخت إسراء، ومشكور أخوي سعود. مشكور، حياك الله.